بعد أن كانت مقتصرة على فئة قليلة من المجتمع، أصبحت طائرة التسول تملأ الشوارع بفعل ظروف الحرب منذ أكثر من عام. على رصيف الحاجة أطفال وشبان وشابات وكبار سن، دفعتهم الحرب لامتهان هذه الظاهرة في ظل ظروف صعبة يعيشها المجتمع، خاصة مع تدني مستوى المعيشة وخسارة الكثير من الأسر لأعمالها من جهة واتساع دائرة البطالة من جهة أخرى. تقارير حديثة أكدت وجود أكثر من 30,000 طفل يمتهنون التسول في مجتمع يعيش 21 مليون نسمة من سكانه تحت خط الفقر. هذه الظاهرة توسعت في ظل الحرب التي فرضتها الميليشيا على المجتمع وازدهار السوق السوداء التي ألقت بظلالها على جميع السلع الأساسية في الأسواق، ما جعل الحصول عليها أمرا صعبا للغاية. بعد أن كانت مقتصرة على فئة قليلة من المجتمع، أصبحت طائرة التسول تملأ الشوارع بفعل ظروف الحرب منذ أكثر من عام. على رصيف الحاجة أطفال وشبان وشابات وكبار سن، دفعتهم الحرب لامتهان هذه الظاهرة في ظل ظروف صعبة يعيشها المجتمع، خاصة مع تدني مستوى المعيشة وخسارة الكثير من الأسر لأعمالها من جهة واتساع دائرة البطالة من جهة أخرى. تقارير حديثة أكدت وجود أكثر من 30,000 طفل يمتهنون التسول في مجتمع يعيش 21 مليون نسمة من سكانه تحت خط الفقر. هذه الظاهرة توسعت في ظل الحرب التي فرضتها الميليشيا على المجتمع وازدهار السوق السوداء التي ألقت بظلالها على جميع السلع الأساسية في الأسواق، ما جعل الحصول عليها أمرا صعبا للغاية. بعد أن كانت مقتصرة على فئة قليلة من المجتمع، أصبحت طائرة التسول تملأ الشوارع بفعل ظروف الحرب منذ أكثر من عام.